هيا جينجر لنفرغ أمتعتنا ونتزلج على المنحدرات. كم أكره الثلج، إنه ممل حقا. ابتعد أيها الهر. تركتهما يذهبان وحدهما؟ قد يتجمدان هناك، أو يسقطان عن الجبل، أو ربما يحدث الأسوأ فيلتهمهما وحش بري. هيا علينا إنقاذهما. ربما المزلج مكسورة. إنني قادم يا تيك. ربما يكون ذلك سيئا. هذا بالضبط ما كنت أعنيه. مستعد؟ ماهرا جدا في هذا، أليس كذلك أيها القط؟ عمي جيري يستطيع استخراج شوكة. هيا أيها الهر، ماذا يجري في الداخل؟ تايكي أنت بخير؟ أيها الهر أتسمعني؟ لا تجعلني أضربك بهذا الباب. توقف عن الانتحاب، هل لا نساعد هذا القط أيها العم جيري؟ أتسمعني أيها الهر؟ سأعد حتى ثلاثة لفتح الباب. واحد، اثنان، ثلاثة. أتخفي شيئا أيها الهر؟ ماذا تخطط؟ أتلعبون لعبة راعي البقر مع صغيري؟ أليس هذا لطيفا؟ سامحني للظن بك سوءا أيها الهر، فالزكام هو السبب في ذلك. انظر جيري، لقد نجحنا، أخرجنا الشوكة. أيها القط، أنت تدين لنا بالشكر صحيح؟ هذا مستحيل، لست مهتما على الإطلاق للعب مع جرو مشاكس، ألا تفهم؟ سمك معلب، إنه لذيذ. أقصد عذراً، ستحتاج إلى أكثر بكثير من بعض السمك المعلب الذي لا يمكنني فتحه حتى لكي أساعدك. أحسنت عملاً. لا تقلقا يا رفيقي، سأتكفل بالأمر. أنا وهذا الصغير الذي في الداخل سنلعب لعبة أوراق ودية. سوف أدخل.
أوه نعم، لقد فزت مرة أخرى، فزت مرة أخرى. من هو الخاسر؟ من هو الخاسر؟ هذا صحيح، إنه تايكي. ما رأيك أيها الفاشل؟ من الأفضل لك أن... اسمع نصيحتي. دع الجرو يفوز فحسب. لن يتعلم الفتى شيئاً إذا استمررتما في جعله يفوز. مكانكما، وجدت الحل. سنلعب كفريقين، أنا وتايك ضدكما أنتما الاثنين، وسنعلمه معاً الروح الرياضية. حسناً تايكي، كل شيء جاهز. هل أنت جاهز لتجعلني فخوراً؟ لقد جهزت بعض الأشياء، ألقي نظرة. حسناً، أقادر على فعل هذا؟ حسناً، انطلق! كانت هذه أول محاولة جيدة بني، انطلق! تايكي، هل أنت بخير؟ أجبني! هذا هو ابني، اسمع! حيث أخطأت كان. ماذا؟ أريك كيف؟ يا بني، أنا سمين، سني ما عدا يسمح لي. لكن خطرت لي فكرة جيدة. جئتك بمدرب من الطراز الأول ليساعدك على التمرن. كل ما عليك فعله هو النظر إلى مدربك والقيام بما يقوم به، فهم؟ من الأفضل أن تجري الأمور على نحو جيد. حسناً، سأعد حلبة جديدة، ستكون بسيطة جداً. حسناً أيها الهر، أنت المدرب، هيا انطلق. يا للعجب! حسناً بني، جاهز؟ انطلق الآن! بني! انظر ماذا لدينا هنا. اوه، انه جرو لطيف ايس. انا معجب بحماستك بني، لكنك لن تخيف شيئا مع هذا النباح. يمكننا الاستفادة من المساعدة هنا. ما رأيك في ان تحاول ان تصبح جرو خردة حقيقي؟ حسنا يا صغير. تايك 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 الصغير، اين انت ايها الصغير؟ هذا خطأك أيها القط. رأيت إلى أين ذهب ابنك. حقا؟ نعم. إذن؟ أنت تخدع نفسك إن اعتقدت أنني سأعطيك تلك المعلومات مجانا. أنت مستعد للدرس الأول؟ راقا، أنت تعرف ما هذا صحيح؟ إنه تبختر ساحة الخردة، يجب أن تمشي في الأنحاء كأنك تملك المكان. أريه كيف نفعل هذا راقا. أترى؟ أنت جرب الآن يا صغير. نعم، هكذا. نعم، واصل التبختر. فلننتقل إلى الدرس الثاني. هل ترى ذلك القطة الكسولة هناك؟ دعنا نجرب نباحك عليه. ستتمكن منه. حسناً يا صغير، لا أريد إخبارك بهذا، عليك أن تكون قوياً للعيش في ساحة الخردة. سأريك كيف تفعل ذلك.
فرصتك لك يا صغير، بإمكانك أن تتجول هنا، نحتاج إلى كلب ثالث للعبة. واو، يا له من التقاط. أمسكت به، أمسكت به. كنت أنجح. لا تقلق روكو، الالتقاط التالي هو لك. سأتولى هذا. أمسكت به. رمية موافقة يا صغير. صافح والدك مصافحتنا السرية. جيد، هذا يكفي أيها القط، هذا يكفي، هذا يكفي. والآن حان وقت إيقاظ صغيري. يا بني صغير، أتعلم إن الهواء المنعش قد منحني مزاجا جيدا، لذلك سوف أسامحك على ما فعلته. في الحقيقة أنا أشعر بالكرم، لذلك سوف أسامحك على هذا أيضا، لكن في المرة الثالثة لن أرحمك. توقف، توقف. هيا تعال إلى هنا، تعال إلى هنا أيها القط. طيب صغيري، ها أنت ذا. كيف حالك بني؟ هل اشتقت إلي؟ لأنني اشتقت إليك. هاي، ما هي الفكرة من هذا؟ أحضر جروك الخاص. لماذا تأخرتما؟ إن صاحب الحفلة يريد الكعكة. إنها حفلة عيد ميلاد ناجحة أخرى لابني.